تقاسم النجم المغربي سعد المجرد صورة تجمعه بطفلة القمر فاطمة الزهراء التغزاوي التي انتقلت إلى دار البقاء مساء اليوم الأحد بعد معاناة طويلة مع المرض. وأرفق المجرد الصورة التي نشرها برفقة الراحلة بتدوينة جاء فيها: قلبي تهز من سمعت هذا الخبر، أختي فاطمة الزهراء في ذمة الله، يا رب يرحمها وصبر الأهل ديالها وصبرنا حتى احنا على فراقها. وأضاف المجرد قائلا: كنت مع فاطمة الزهراء رحمها الله تقريبا دائما على اتصال، كانت من أطيب عباد الله، كانت كتسول فيها وكنسول فيها باستمرار، لكن هي أكثر مني صراحة، ربي بغاها اللهم لا اعتراض. وختم بتدوينة: اللهم ثبتها عند السؤال وارحمها ويسر حسابها واسكنها الفردوس الأعلى ولا تحرمها يا ربي من لذة الرؤية في وجهك الكريم ولا من شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام.